أحمد مات إله إله شيخ مشاهدي قناة شقيط الفضائية، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شاعر شقيط الذي يأتي منظما من طرف اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين بالتعاون مع قناة شقيط الفضائية. هذه هي الحلقة العاشرة وبدأنا في العد التنازلي لهذا البرنامج، وهي الحلقة الأخيرة من الدور نصف النهائي. بقيت حلقتان، حلقة التصفية مساء الأربعاء القادم بحول الله، وحلقة التتويج. طبعا أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج، بدءا بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الدكتور محمد الغيث الحضرامي الرئيس المدير العام للموريتانيا للبزنس الحلة، وموريستار باناسونيك. الفائز الأول في هذه المسابقة يحصل على 1,000,000 أوقية، والثاني على 600,000 أوقية، والثالث على 500,000 أوقية، والرابع على جهاز قيم من جهاز تلفزيوني من شركة باناسونيك. في بداية هذه الحلقة أرحب بالسادة أعضاء لجنة التحكيم، بالرئيس الأستاذ ومعالي الوزير السابق الأستاذ عبد الله السالم ولي المعلى، بالأستاذ عبيد ولي السالم، بالأستاذ أحمد ولي الوالد، بالأستاذ محمد والشيخنا، وبالأستاذ والزميل محمد فال والسيدنا. قبل أن ندخل في التعرف على قائمة المتسابقين معنا هذه الليلة، أود أن نتعرف سويا على المتأهلين للتصفية النهائية مع الأستاذ الشيخ اللباه العدل المنفذ الذي يحضر معنا هذه الليلة. الشيخ مساء الخير. مساء النور. راي بعد بالمناسبة لأن مرحبت بي، راني مرحب بك الليلة. شكرا. احنا لهنا دخلوا لك في المرحلة هذه، المجموعة الثانية اللي تأهلت البارح، رقم 27 محمد والمحمدو أحصل على 17.5، رقم 14 اللي هو الشيخ أحمد والمحمد والمنة أحصل على 14.8، رقم 23 محمد واللده حصل على 14.6، رقم 1 محمد المختار محمد الأمين حصل على رقم حصل على 11.5. إذن المتأهلين الاثنين اللي طلعوا البارح اللي هو محمد والمحمد والشيخ أحمد والمحمد والمنة هم اللي طلعوا البارح. إذن بالتوفيق لبقية المتسابقين، وحظ أوفر، وهنيئا للفائزين إلى دور التصفية. مباشرة ندخل في المسابقة، وأول المتسابقين معنا في هذه الحلقة العاشرة والأخيرة من الدور نصف النهائي هو المتسابق كريم واللمينو، المتسابق رقم 3. وسهلا بك كريم ولمينو، عندك المقعدة كالعادة كيف ما كانوا المتسابقين في الحلقات الماضية يعدلوا، وهي لرئيس اللجنة أم اللبير أمانة فيك ترابنا وأمانة فيك اسمانا، وعندك نصير من لجنة التحكيم هو الأستاذ أحمد ولي الوالد، وبسم الله نشوفه. بسم الله. اللبير قاع قولان قدام قوم قاع معنا كان في زلقة والله في قلت احترام ما هو جايز. فضل. المقعدة تقول طلعة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يا مولانا متوسلين لك بيكم إنك ياقني بقصانا جينا ما الدين يدين لك ودنانا، لا رينا لك الخايفين من نفر ولا رانا، والفانا نحن فاصلين وسط الفانا والفانا، متن في الخير اسبابنا واحفظنا يا مولانا، وما انا فيك ترابنا وما انا فيك سمانا.
رئيس هاي طلعتكم وهذا المتسابق، والله شو تقولوا؟ والله يوم مولانا فيك إيماننا، احنا والمال مانا ومانا فيك مانا والبن فيك ومانا ومانا فيك احبابنا ومانا فيك اصحابنا ومانا فيك ترابنا ومانا فيك اصحابنا ومانا فيك احبابنا واللي من امهابنا واللي بالخير اسمعنا ومانا فيك ترابنا ومانا فيك اسمعنا. هذه هي الطلعه. الطلعة بدأت بخطوات في أرضية التفلواتن اللي وعد، اللي هو خطاب مولانا تبارك وتعالى والتقرب له، الارتماء في كنفه لك بيك، وهذا هو أحسن توسل، أنه توسل إلى الله بالله، لأنه يعني الله هو أعظم شاه من جميع من كل ذي شاه، لك بيك ومنك يا قنين. يا قنين هذه تعطي معنى اليقين، يا قن معناها تيقني. بقصان جينا مادي أيدينا لك ودنانا، هذه هي المقدمة اللي جعلت الطلعة تتنزل شيئا فشيئا، وعد المقعد اللي لا تنزل عليه. لرينا ذاك الخايفين منه وفروا لرانا، هو الأشياء المخوفة لكن في الأرزاق مالي سقنياتي كورسقن تاتيه، حتى هي مالي الإنسان لكن خايف منه، لكن اللي منه يجيه واللي جاي هو والفانا، نحن فاصلين افتلفانا والفانا. احتسب عن هذه الفانا الأخيرة تأكيد جيد جدا، فيه معنى اليقين بالإجابة. مثلا في الخير أسبابنا، واحفظنا يا مولانا ومانا فيك ترابنا ومانا فيك اسمانا. آمين. أنا اعتبر عن هذه الطلعة عنها مقصود منها هو نزول على هذا التفل الواتم، ويبدو عنها نزلت عليهم نزول جيد، ولا ما عند عليهم ملاحظة، والارتجال يشفع قاع للمغني دائما، هي القيمة الارتجالية يا الله تعود، هي أكبر قيمة تنعطى للمتسابق، وراجين لك التوفيق إن شاء الله تعالى. شكرا سيد الرئيس. الأستاذ عبيد، الارتجال يقتل الرجال، هذا اللي برر به الرئيس انه يشفع ل كريم. كريم كيف طالع فيك يا قباس؟ ان شاء الله الحمد لله. من الساعة اللي بديت معانا ما شاء الله الليل تجيب لغنى الزين، الله يخليك، والليلة عندك البويض ياك ما تزيدوا عليه، نعرفوا عن كراهات الارتجال، يعدل ياسر غير قاع متفقر الشرقاش قد يعدل منه هذا. يا مولانا متوسلين لك بيك ومنك ياقني، ولقاش يقول ياقن منك، والله مولانا ياقن منك، قلت منك ومنك ياقني، يا انا قلت منك، ما نعرف قد يعود هذا، لا قد هذا لا من كرهات وزين بعض. بقصانا جينا ما ادينا يدينا لك ودنانا، زين حتى صانا ودنانا كاملين جينا، لا رينا ذاك الخايفين منه وفروا لا رانا، هو قد يراوحنا شو قد يرانا، هذا زين هذا اللي ان شاء الله ما الله لا يرانا، والفانا نحن فاصلين افتلفانا والفانا. التوكيد اللفظي زين عندي اللي عدلت هناك يا ايش متن في الخير اسبابنا، ومتن في الخير اسبابنا، متن في الخير اسبابنا، واحفظنا يا مولانا
وما نفيك ترابنا وما نفيك اسمنا زين حتى اتمنى لك التوفيق. انا بعد الله ما شفت في شيء. استاذ محمد ايش حالك يا فباس؟ ما شاء الله الحمد لله. اللي حالك خالق الخبره اللي تعد بين المعرفه الخاصه اللي تعد بين المتسابق والناقد. ذاك طرح اشكال بيدي يأثر على مستمر الناقد هذا. وعلى كل حال مسبقا دائما لك معناها اني على كل حال معجب بك مسبقا. وبالتالي دائما نقول فيك قد عود في شي موضوع لي في شي معناها دخلت مع بعض الانطباع اللي ترتب عليك معجباني. يا مولانا متوسين لك بيك ومنك يا جنين. بقصانا قاع ما عينك في الدرهم بين دوك اللي ما اعتراضي فهمت. جينا ما دينا يدينا لك ودنانا داريناك الخايفين منه في الاولى رانا. انا ما عندي من شقاله باش تطلع زينه كامل من اولها الى اخرها. انا شخصيا ما عندي شقاله لك فيها يكون مساله واحده. انا قلت اكون الفانا احنا باصين في تلفانا والفانا الحقيقه عاد ياسر من التكرار اللي انت ما هو مهلا ما هو وقتك اصلا. وبالتالي انا اقترح عليك انك تعدل تعديل شوي تعود طلعة وحفظنا نحن فاصلين نفتح حفظنا والفانا ومتن في الخير اسبابنا ومنا يا مولانا عود الامن هون راجع للامن اللي لا يعقب عود هو المقعد متن في الخير اسبابنا ومنا يا مولانا ومانا فيك ترابنا ومانا فيك سمانا. على كل حال هي طلعة زينة لك يا غلا الكريم اللي تبارك الله دائما يعود زين. الله يحفظك استاذ محمد فار. بسم الله الرحمن الرحيم. كريم طلعتك هذه ما هي عادي فيها زين، ما هي زينة حتى. الله يخليك. ونقول لك انها شخصية من زين اللي فات شاني من الأغنى هون في هذا الدور. دور نصف النهائي. من زين قطعا. فيها بعد قاعة سهل ممتنع. وفيها الإرصاد. هي مثلا قولتك بقصانة جينا ما الدين يدينا لك. هذا هو اللي قال الإرصاد. لا يجي مباشرة نتوقع الرجاج عن قصانة لا يتقابلها دنانا. فيها المقابلة موجهة. فيها بيناتهم وهذا اللي لا رأينا ذاك الخايفين منه زاد فر إذا رجاج مباشرة عارف عنها ولا رانا اللي مهدت لها أنت وقلتك ولا رأينا وقلتك الفانا نحن فاصلين في تلفانا والفانا حسب وش تناظرينها ما يحشف اللي أول شيء توكيد لفظي ثانيا في الأسلوب في الأساليب نحن في حسانية نشوف رجاج نقول نحن فاصلين فيك تعدل لنا كذا وعدلونا حد مخاطب الله سبحانه وتعالى لله المثل الأعلى معناها عن هذا أسلوب معروف في الحسانية ومن وإيش متن في الخير أسبابنا زين هذه العبارة متن في الخير أسبابنا زين حتى وبلغة أحفظنا يا مولانا ومانا فيك ترابنا ومانا فيك سمانا وزين عودانك لين جاتك النون مفتوحة سابق هذا المد قبلت مولي انت وعدلت نون اخرى مفتوحه سابقها المده وخرج اللي بالياء هذا ياسر من زيانة من اصلا يعني نقول لك لا انا طلع زينه قلنا ما فيه شيء قال شخصيا ما رايت فيه شيء وشق لو بتقولين ذاك قد ما رايت بدي لك توفيق استاذ احمد الوالد النصير شكرا لي نبدا من حيث انتهى الزميل محمد فالد ونقول عنه قال انه ما يجبرش الشقر من باب يحرى النصير نصير قاع اصلا معهم درس الشقر وقاع مولا الشقر وبالتالي نقول عنها طلعه زينه وعنها وزنها حامي وعنها فيها المعاني نبيله في خطاب الله سبحانه وتعالى يا مولانا متوسلين لك بيك لك لك لك, لك ما يجي حد يقول في شيء يا ربي لك بيك توسل حتى قضيه التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظ عليها البعض ونحن بعد حامد مولانا نتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم يا غير بعد هذا بعد ملاه زرب على راسه يا مولانا متوسلين لك بيك ومنك يا جنين بقصانا جينا مادين ايدينا لك ودنانا مقابل بين اقصانا ودنانا والسيابية في السلاسة في الاسلوب وهذا زين كامل لا رأينا ذاك الخايفين من نفر ولا رانا هاكم اللي زين
في رصاد والفانا، نحن فاصلين في تلفانا والفانا متن في الخير اسبابنا واحفظنا يا مولانا ومانا فيك ترابنا ومانا فيك اسمانا. لين اقرا لك النص الاصلي. يا ربي فيك اماننا واحنا والمال امانه ومعنا فيك ايماننا والبنا فيك ايمانا. طبعا معالي الوزير عبد الله السالم. يا ربي فيك اماننا واحنا والمال امانه ومعنا فيك ايماننا والبنا فيك ومانا ومعنا فيك احبابنا وقاربنا واصحابنا واللي من لمنا هابنا واللي بالخير اسمانا ومعنا فيك ترابنا ومعنا فيك اسمانا. يا وخالك شو الصهان قد يعود وقاع معينهم فين قال لك انا بدري نقولوا لك لا نقول لك طلعة ما هي عادية وعلى الإجابة هادية تفلواتنها قادية ودعاها به حمانا خالقنا يلي جواد يا مولانا يا مولانا نعلم يا الحي حجابنا وكريم فيك أمانا ومانا فيك ترابنا وننجح إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك غرك بالطلعة. شكرا جزيلا لك حظ أوفر جدا شكرا لا يحدود الله وفاك إن شاء الله ودور يعطيها لك. إذن شكرا الأستاذ أحمد وللوالد. إلى المتسابق رقم 10 طلحة والأبوة. أهلا وسهلا بك طلحة والأبواه المتسابق رقم 10 وفي الدور نصف النهائي الحلقة الأخيرة وقدامك مشوار إياك إن شاء الله تطلع لحلقة التصفية وعندك مقعدة هون للأستاذ محمد والشيخنا ومن الصغير وعندك نصير وظهير اللي هو الأستاذ محمد فال والسيدنا. يسر لي الأمور واغفر ذنبي الغفور وصغير تقاد واسمع رينا اللي خليه ما هل اللي قام وبدع وبدع يبدع فيه. شو هو بدعك في الصغير ما هل اللي عاد يبدع الله قادر. اروني في اللي ندور من معطاك اروني في اللي ندور من معطاك ولان كدر يا الله ولقع نجبر كون جفيه تحور العينين وزين يبهر ويقادي الامور ونسلك الاله الاكبر من جوره للجور ودبر لي ما يدبر خاطي المنقور من الاعمال ولا يفتر ومن الخير بحور ويسر لي الامور واغفر ذنبي الغفور. استاذ محمد شيخنا أغراضني في اللي ندور من معطاك ولا نكدر يا الله ولا قاع نجبر كون الفيت حور العينين وزين يظهر ويقادي الامور ونسلك يا الاله الاكبر من جوره للجور دبر لي ما يدبر ما يدبر خاطيك المنقور من الاعمال الظالمه زين هو طلع ما عاد ليلك بعد من قاعد انه طلعت حق حق. اتمنى لك التوفيق. شكرا. استاذ بي طلحتها وهو رمها الرئيس رئيس أرضني في اللي ندور من معطاك ولا نكدر يا الله ولقع نجبر كون الفيه تحور العيني وزين يبهر ويقادي الأمور ونسلك يا الإله الأكبر من جوره للجور دبر لي الماء يدبر خطيك المنقور من الأعمال ولا يفتر ومن الخير بحور يسر لي ويسر لي الأمور وغفر ذنبي الغفور. لأن هي طلعت مسبولة لغتها جيدة ومن الغريب عنها مولي في الحقيقة راويها كامل راء غير كانت هذه يفتر ويغفر كانت قد تعود الراءات السابقة يعودوا كان أقاف الرئيس أقاف وحده يغفر
قاف وحده. اه يا عيد عدل عدل هذاك. قاع لا مميز. والله حد يدبر. هو من الخير بحر. رقق هو. الامور والغر لم يغضب. على على إلى عدلناه قاع غير هو يدم اللي يعود من الطلعة. هو قاع هو معدل. رقوا. جيد جدا يا غير هو قاع طريقتنا الصح لنا كنا عن تعود الطلعة نازلة على تاف الويتين. ما يعود فم قاف. لا مره يجيبوا القاف مره يجيبوا القاف قلنا لهم عندهم الخيار هذا ترى ورايه لقوا يعدلوهم القاف الحلقه العاقبه لنا مع الوزير في كل ما شفت ما افطنت ما افطنت قلنا لهم لا يبقوا يعدلوهم خلاص لقيناهم الخيار عنهم يعدلوا اي ذاك الاخر الله كان يعود ودو كنا سوينا في علم وتوف على اساس نعودنا على كل حال مهم معناها ما فهم ما فهم مثل هذه القاف ماشي وحده وهذا النوع قطع عدلوا والمبارك واليمين قال شيخ عرب جوج وتجونين وتقوب وتيارة ونوار وعيل وعيه والسنين ولملمة ويزرزت وشال ربي لا رباس العينين ولباس الساكن والسدال الساكن والسدال زواية غبب والانوار وزواية بالامطار وزار ونقونا وحزار الاحزار وزواية ميولة فتار تجابر خطار وتجار تتأنس به بالهتجار وتموج في شنقطي وطار ما تجبر ثقل ولا شمار بها حكامة ونفار شيخ عرب جوج وتجنين وتقوب وتيار معناها عن خلط عدل عن الراوي ما هو واحد عن الترقيق والتغليظ عن هذا عنه فرق يعود بين بين الراوي وفعلا هي قاع هي راء كامله من تهلواتها التالين الا الراء والراء اصلا حرف زين حرف مجهور يعود متكرر واللي يخلق فيه يخلقوا فيه دائما لايقاعات زينه طلعه مسبوله يقولوا هل غنى طلعه متواطيه ولقاهم اللي قبلت الباتني بيوزي نرجو لك التوفيق ان شاء الله شكرا طابي طلحته تشطار فيك هيك لباس ما شاء الله الحمد لله الحمد لله لا ما زلت الحمد لله ماشي معنا بالسلوت ترى اللي بدات بها وذاك نحسب لك هو طمل في هذول المسابقات اللي على كل دور ورا واحد يعود متن وتعود تيارتك تعود مولي زانت تمتان عليه تتمتن وهذا الله هو اللي ما عرفتم واللي عدلت شيء ضدك مثل الله ماشي معه وغرض اللي في اللي هذا بعد الله صغير الزين كامل وهذه مولي التافلويت اللي كانت عندك هون مقضك عليها زين وهذا اللي ارتباك الخلق معدلوا لك الراوي التالي وطبيعي لا بدالك متعدومي ما تعدلوا تعود خلق لك ذاك اللي خايفين احنا منه أتمنى لك التوفيق شكرا أحمد شكرا اعتقادي عن هذه الطلعة عنها مقبولة وذاك قاع قد يعود يك مقبولة قد تعود قاع لا هي الدرجة اللي متوقعة من حد في ظروف كيف هذه معناها عنده ضغط الوسط وضغط الارتجال وبالتالي مثلا ما فيها عيوب في الشكل ولا فيها عيوب في المضمون معتون عليها عتنة حقيقية معتون على راوي الأحمر ومعتون على راوي الكسرة وعلى القاف إكشاب وبالتالي بالنسبة لي مقومها منها مقبولة ولا نقول أنا خلقت في هذه الفنية اللي على كل حال عيات لا تخلق إنها عادت طلعة رائية بامتياز عن الأحمر راويه من الراء والكسرة راويها الراء وتهلوات الأولاد من القاف راويه من الراء واللاعية على كل حال عيه وعدل أحكي لك منه نموذج لامي أنا باللي خاطي كشلي اللي طمعي في كفل الشري استرك لي الله ترشلي يا ذا القوة والحولي أتفع لي منبش لي وفي قولي أتبلا حولي لا أصلح البيدك فعلي فعليك بعولي أصلح لقولي أجمع لي صلاح الفعلي والقول ظالم الزمان والطلعة راويها حكمنا يعود راويها هي والقاف لا واحد في اعتقادي عنك نافست منافسة جيدة ونتمنى لك التوفيق
ما شفت شي لك هو شقارد النصير ظهير محمد فانت قبال مالك الليله قاعد هي تتعب حتى به اللي انا ما الي اتعب تبارك الله ما شاء الله به اللي طلع ما تعب طلعت حتى هذه طلعه زين وتوف والنقاد راغوا له يجبروا فيها شيء غير ما جبروا وهذا نحسب له وهذا صغير مولي معناها صغير شنو هو فعلا انت مغني قاع نوعك مع قطعه ما يكون صغير غير مولي صغير بالثقيل شوي دائما يخرج في ياسر متفرصي انت ما فرصيت قلت لك اغربني في اللين دور تنقال ياسر صغير ينقدع بهاي المد اللي يعدل ذاك متحرك معناها عنك من ناحيه الوزن ان شاء الله عفنت العتله الزينه وكونك هم اللي تعدلها طالعه بعدنا عاد طلعه حمراء كيف نقولوا قاف احمر بعدنا هي عاد هم اللي طلعه حمراء في فطنه على عن الراء المراقق ما يمكن الراء المغلظ ولا المفخر وهذا ياسم من الوزان يفوت عليه مضمونها جيد كامل ما في شيء يسوى شنو هو كان وزين فيها المعاني اللي قلت فيها زين كي مثلا قلت لك ودبر لي يل ما يدبر خاطيك المنقور من الاعمال ولا يفتر ياسر من طمع في الله سبحانه وتعالى وقطعا مونك حد يجبر الاعمال اللي ما يفتر والمنقور منها ونزلت على هذه المقعده نزل زينه أتمنى لك التوفيق. شكرا الأستاذ محمد فار ولسيدنا وطلحته والأبواه نتمنى لك التوفيق المتسابق رقم 10 ومباشرة إلى المتسابق رقم 20 سيدي ولي محمد. سابق سيدي ولي محمد رقم 20 عندك مقعدة الأستاذ عبيد والسالم في مريميدة أعطاه رب الإمامة وأعطاه زاد الشفاعة وعندك نصير وظهير من لجنة التحكيم اللي هو الأستاذ محمد والشيخنا إذن لا يتسمعهم بسم الله رسول مولانا جابوا للناس رحمة وسحاب ونعيم بدوا بترابوا وعطاش كانت وجاعة وجلودها قبلوا طابوا وتلات قبلوا تداعة والخير نقعد في شرابوا وبقات بالخير شباعة والدين جابوا وشهابوا بمجيه ذوك وذراعة والناس يوم القيامة في دفاع بكمال ارتاعة وعطاه ربه الإمامة وعطاه ذات الشفاعة. سيدي محمد ايش حالك؟ مرحبا. انا بعد نقول لك انه هو مولى الطلعه غير انت بعد ركبت عليها ركوب الزين. هي الطلعه على المقعده باط. انا هو مولى المقعده والطلعه تقول الرسول يوم القيامه منين ذا الخلق الداعه اعطاه ربه العمامه واعطاه زاد الشفاعه. واعطاه خصال يكودوا من ذاك حوضه وبروده. واعطاه براق يقودوا جبريل يترع. وعطاه براق يقودوا جبريل قاية في الطاعة يترعد يجرح ديدو مدوب رمك السماعة وعطاه لقطاب يلودوا في قفاه صلاوا جماعة وعطاه الملوك جنوده والناس عن ذاك قناعة رسول يوم القيامة. وانت جبت هنا كلمة زينة عندي استوقفتني أنا شو قرالي قاع النص شوي رسول يوم رسول مولانا جابوا للناس رحمة وسحاب ونعيم بدوا بترابوا وعطاش كانت وجاعة وجلودها قبلوا طابوا وثلاث قبلوا تداعة والخير نقعد في الشراب ثلاث قبلوا تداعة شو هاي الكلمة أنا استخدمتها وانت استخدمتها ثلاث قبلوا تداعة والخير نقعد في الشراب وبقات بالخير شباعة الدين جابوا وشهابوا ومجيه ذوك وراعة ناس يوم القيامة الدين جابوا وشهابوا بمجي هذا هو العين عليه شهاب الدين ذوك وراعة زيانت عندي الفكرة به اللي للأمانة في تعدالي أنا طلع جاتني الفكرة ولا قديتنا
نوظف في التوظيف اللي عيني انا عليه المونك عندي تخطيته. هذا زين، نص متميز بارك الله فيك. لا فيش من كراهات، انا ماني جايك عليهم بالكراهات هو اسمه ما يلتقي تجي قاعده مدح رسول مدح رسول ما قد تجي قاعده. اتمنى لك توفيق. شكرا سيدي محمد. هذا نص في الكواليس الراعي فيك لابد لك زوزة، وأنا ذاك معني قابل، وأنا ظهر لي عنه نص ينافس وأنه معقول وسليم من العيوب الشكل وفي المضمون، وأنه ملي والله في المقعد التوظيف فني دقيق، وأنه مدح رسول صلى الله عليه وسلم بقاموسه قاموس المديح الزين، صول مولانا جابوا للناس رحمة وسحاب ونعيم بدوا بترابوا وعطاش كانت وجياعة وجلودها قبل وطاب وعطاش كانت وجياعة اللي هي الناس اللي جات في بداية التهلوية الثانية، صول مولانا جابوا للناس رحمة وسحاب ونعيم بدوا بترابوا وعطاش كانت وجياعة وجلودها قبل وطابوا. تعبير زين حسانية رشيقة وخيال زين وتوظيف لغة جزلة وتوظيف المعاني النبيلة كاملة، وثلاثة قبلوا تداعى والخير نقعت في شرابه وقالت بالخير شباعة والدين جابوا وشابوا بمجيه ذوك ويداعى وناس القيامة يراعى الدين جابوا وشابوا بمجيه ذوك ويراعى والناس يوم القيامة في دفاع بكمال ارتاع. ما شفت فيها شخصيا ما شفت فيها شقارة، ولكن اللي لاحق أخلاقك تم اللي بدأ. أنا ما على كل حال ما نعرف شنو، نعرف أنها طالعة زينة وأنها ملي واضح من خلال سيابيتها وعفويتها عن ملاها سالك من رهشة الامتحان ولا يمأثر علي، وبالتالي ظهر لي عنها تنافس وتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي سيدي هذا لا يؤكد مستواك الا من اذا اكتكد مستواك. جاك مريميدة، جاك مقلع في مريميدة، ومريميدة وزنها فعلا يقد يعود قاع من الاوزان اوزان الناس اللي قاعد تفتي بهم، غير اللي يطيبها يطيب مريميدة لا المغنيين كل يطيبوها ما يجيبوا فيها شيء مثلا حراج زايد عن حراجها. ومريميدة الناس شاكه عنها اللي فيها من شيء لا قدعتها الاولى، هي حتى هم اللي عندها قوانين تتعلق بوزنية تتعلق بالعروض عروضها اللي هو الكلمة التالية مثلا من ذاك تفعيل التالية معناها عنك مثلا المقلع اللي جاك يحتاج ياسر من شيء، يحتاج ياسر من العتن على الوزن. أنت تبارك الله إن شاء الله ما اضطريت في شيء، كان اللي قلت ما فيه أي اضطراب، ما فيه أي شيء معبوس من ناحية الوزن، جبت أم اللي معاني زينة حتى رسلوا مولانا للناس رحمة، وقلت عنه سحاب لأن المطلب دائما رحمة وزاده باللي قاعدنا اسمه وقاعد بغداد مصفاته عنه عود رحمة، ووصفت الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات جيدة كي قلتك مثلا وبقات بالخير شباعة والدين جابوا وشهابوا، والشهاب من ناحية التاريخية مثلا دائما يعود بداية هداية، كيف تعرف قصة موسى عليه السلام وارد قاع في القرآن تكرر في القرآن شهاب قبس، بالتالي مثلا هذه إشارات وحالات جيدة تاريخية ما استخدمت فيها اللغة حدها، استخدمت اللغة اللي تعود مضمخة بهذه الأمور لي. وارد عنك ما شفت شيء قبال مثلا فما وزنت بهذه التافلوت الثانية وزنت بديك الحركة غير ما تخسرش، على كل حال ما تخسرش ما جات قاصفة عن الوزن الثاني. أتمنى لك التوفيق. إيش قال السيد الرئيس؟ السيد الرئيس إيش قال؟ طيب هذه طلعة زينة حتى زينة جماليتها في ديباجتها شكلها، مع أنها هم اللي مضمونها جيد. هذه كلمة الرسول فتنة قلنا فيها ذاك اللي نقوله زين، عندنا كنا توجيهات في هذه الحلقات قبل بعين الاعتباء،
والاظهر هما فيهم شيء ما اسمع ذا. رسول مولانا جابوا للناس راحين رسول اللابين اللي كانت معمول به غير فني غير احنا متفقين احنا هون عندنا على انها ما يلا ثلاث في المستقبل تعود مسموح بها. من اللي قلنا عنها اسم خالي من التنوين والتعريف والإضافة، وهذا ما يصح في اللغة العربية، لا يصح ما لي في كلام حسن. أنا لو قلت لك راجل شانع، راجل منه لابد نضيفه والله نعرفه، يقول لك الراجل معهود، هذه لا نبه عليه وتوف. مولانا جابوا للناس رحمة، وهذا قيمة في المدح، قيمة شرعية، قيمة دينية. وأصحابه نعيم بدو، نعيم بدو معناها أنه عمو بترابو، وعطاش هذه استعارات تشبيهية جيدة جدا. وعطاش كانت وجاعة، هذه المقدمة كانت تسبق اللي توطئة لمدح لمجير رسالة، معناها عن الحالة اللي كانت عليها الناس الجاهلية. كانت واحدين كانوا يجون هون في ذي الحلقات يجيبوها السابقة، وهون جات بعده، وهذا نوع من الإبداع، معناها عن إقحام الموضوع قبل توطئته والدخول فيه، وهذا جيد جدا. وعطاش كانت وجاعة وجلودها قبل طابوا، هذه عبارة من كلام حسان زمنية وزينة، طيب جلو معناها جبر ياسر من الشيء ما هم ورك عنده. وثلاثة قبل تداعى معناها الطيح، هي قاعة طاحت ما هن، قال لها ثلاثة غير مريمي دا لابد لها من ذا. والخير نقعد في شرابه، وبقات بالخير شباع. وهون فضل النبي صلى الله عليه وسلم حاول تجيب مدحه في مجيه في الدنيا، وما جاء به من الخير في الدنيا، وشيء قاع عملي لين لحقت معاه الآخرة والشفاعة. والدين جابه وشابه بمجيه ذوك ويراع، هذا خلقه ونشين قالوا الاكتفاء، تبقى كلمة تخلى وراعة فيه. شابه بمجيه ذوك ويراع، معناها يراعة فيه. والناس يوم القيامة في دفاه وفضلوا، هذا مجاز مرسل، وزين حتى بكمال ارتاع. وعطاه ربه العمامة الإمام، في رواية طلعت اللي حكاها بها مولاه، وعطاه الشفعة، وعطاه زاد الشفعة. هذا طلع زينة شكلا ومضمونا، وأعلم اللي بها اللي مريمي دواء عرم جيبت فيها المقصد. على حالته راجين لكم إن شاء الله التوفيق. شكرا. النصير والظهير محمد الشيخ. سيدي حالك يا دباس؟ مرحبتي إن شاء الله خير. مرحبا. أقول لي حالها يطلع فيها قدر من المعاني الجميلة والشيقة اللي بالحقيقة لا بد من ينبه لها مخاوف ما تعود لا تفوت المشاهدين. شكرا. بيلي لجنة التحكيم قطع عنها ما يفاتتها، بيلي اللي بات شارت على شيء منها، غير المهم عنها تشرح المشاهدين. على قضية رسول اللي عنها أنها ما كانت مسألة دارجة ومتعود عليها، بالتالي على كل حال لا تنقال بغنى البيضان، مع أنها قال فيها الرئيس وقالت فيها اللي هنا سابق هذا يلا كيف قال عنه يلا نقوم بعين الاعتبار. أنت هون قلت رسول مولانا جابوا للناس رحمة وأصحابه، كنت العطف هنا تياه وهو اللي جبت بيها الروض. وهذا على كل حال هذا الملمح ياسن المغني ما يقدر يعدلها، ولاحظ انه مساله نادره ويبدو عليها للمغنيين اللي مغنيين حتى. ورحمه وسحاب على كل حال معناهم واحد، باللي السحاب ترمز للرحمه، معناها انك اكدت معنى الرحمه بالسحاب اللي جبت وراه. وقلت هون الصا وعطاش كانت وجاعه،
متوقع شنو هو مادة كانت عطاش وجاع الشيء اللي يحصل لها إذا اللي تلوذ شنو هو يلا بالحقيقة يوقد عنها العطش يلا ما اللي مهل أنت تشرب وتشبع تشبع. هذا قلت وعاد ذاك جاوبت عليه وقلت بالخير نقعد في شرابه وبقيت بالخير شبع شبع إذن هذا على كل حال هذه رد على الكتاب الويت اللي سابقتهم والدين قولتك هون وجلوده وجلودها قبل طابوا هذا على كل حال ما هو عادي به اللي تعبير مولي بأقصى أقصى نوع من المبالغة اللي قال لك فلان جلو طاب أنا جل فلان طاب من كذا معناه إنه نهان في شيء من اللي هنا وتخطي الحدود هي أقصى شيء قدر قاعد يوصله من اللي هنا وبالتالي كانت تطلع من بداية لنهاية عبارة عن مبالغات ولغنا كيف تعرف الشعر لا المبالغة والصورة هون قلت والناس يوم القيامة في دفاه بكمال ارتاع الدفاه يستخدم في الحسانية للمرجع ودائما يستخدم هذه الحقيقة مفردة من مفردات الفخر اللي في العادة أصلا هو بت مريمد اللي بت مريمد ياسر فيه الفخر وياسر فيها المدح خصوصا مدح الأمراء والحرب وذيك الأمور وذيك الشيء لأن عنه الناس أصلا مثلا بكمال ارتاع فاش في شفاعته صلى الله عليه وسلم باللي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول أمتي معناه أنه على كل حال جحجح على أمته ويشفع لها وإذا على كل حال تعبرت عنه هون تعبير زين حتى أي طلعة زينة وزينة ما اللي حتى أتمنى لك التوفيق شكرا للأستاذ محمد شيخنا المتسابق السيدي واللي محمد كيف ما أشار لك الأستاذ محمد شيخنا مريميدة الكحلة عادة لدار الفخر هذه دفة قد تستخدموها ولا قطع عندنا يكون دفة ومنازل الصحراء السلفة ما تنزل ما هو بينا والغليظ بينا يتكف ولا قط به يتكفينا وتم يتواصل فيها الفخر اللي يبين الكحلة لينا وبيضت عاقب ذاك عاد قال فيها الغزل والمدح إلى غير ذلك إذا نتمنى لك التوفيق سيدي ولي محمد شكرا جزيلا لك إلى المتسابق قبل الأخير وهو الشيخ والعبدي ورقمه 28 الرقم بالفعل هو 28 والمتسابق هو الشيخ والعبدي وعندك هذه مقعدة الأستاذ أحمد والوالد لا تقبلها للناس الناس ما سياني ما شاربها ودعود فيها تقاربها وتباعدها وتقاربها ليشوفوا بركاتيها كانك لا يتقرب الطلعة من وتسلمها من النقد ومع عندك النصير اللي هو سيد الرئيس حالفك الحال بسم الله الرحمن الرحيم طلعت تقول بسم الله الرحمن الرحيم طلعت تقول انت الشاعر شنقيط وحاس ان هذا ما فيه التباس حست بيه من الناس اجناس واللغه خلصت مساربها كل ليله في مخات الاحساس اتبات تصاوع ناربها جبت التلميح والاقتباس والاستعارات تقاربها لزمت وتممت الجناس وجايستك مانك ساربها مانك متفخر ما هباس أمراض النفس محاربها نفسك غالبها بالتغماس في التطيطع لغاربها زفت في مديح النور الساس ولباس
مذكر قاربها وذاك النقد الوقف له وذاك النقد الوقف له انفاس واهله تبهر تجاربها قايل لهلو عنك حساس ومساله مانك شاربها لا تقبلها للناس الناس ما سياني مش شاربها. المهندس الشيخ والعبدي يبدو معدل تصميم لهذه الطلعة فكرنا تفضل أحمد تفضل كمل فكرتك. قلت لك أنه يبدو معدل تصميم هندسي شكرا السيد المهندس انطلاقا من قال فاضل لا نقول نبدأ معاك من ذاك التصميم الهندسي عن هذا الحقيقة لزوم ما لا يلزم أنه يحسب لك يحسب الذائقة الفنية والذائقة الموسيقية وينحسب لك مولي من ناحية الوقت اللي واعر العس عليه ولافتنا جبرناه معه في نص واحد تقريبا وبالتالي هذاك من ناحية الفنية ظاهر لنا كلاكي تقولك اللي سبقك اللي هو سيدي محمد ما عاجبك نصك حتى هي غير أنا بعد ظهر لي إنه ما خاسر على الشيء ظهر لي إنه فيه صور حقيقية وفيه معاني كبيرة وفيه توظيف مولي دقيق لا تقبلها للناس الناس ما سياني مشاربة اللي على كل حال طلعتها ما نعرف كان قد سمعتها والله ما يلعت قد سمعتها استفدت من سماعي تاكلها ولعت ما قد سمعتها باسوك التيف الواتن ما قاعد الشهر الكلام في نفس السياق اللي فيه الطلعة الأصلية وذيك شيء وذاك على كل حال جزء من النجاح ندورنا نحكي عليك مثلا والآذة تيبات من؟ انت شاعر شنقيط وحاس عن هذا ما فيه التباس حست به من الناس أجناس واللغة خلط مساربها كل يلف مخاتل الإحساس تبات تصاوع ناربها على كل حال تعابير كبيرة واللام اللي بين هذا اللي ينقال له رابط الطبيعي الاستعارة اللي تعود ما هي مثلا ذيك هي اخترقاش عدل وزياح يا غير ما اللي مخلي رابط يفهم خلاله المتلقي والناقد والقارئ علاقة الخيوط الرابطة بين هاي الاستعارات حست بيها من الناس أجناس واللغة خلط مساربها لاحت في المخاتل والمخاتل يلوحوا في تصاويع الوحش ووحشي اللغة ملي خالق وبالتالي فم بعد خيوط وذاك على كل حال لا ما يخسر شي به اللي من ما يتم قاع ملاهم حافظ عليه يعقب يعود تهويم ويعود ما تلقى الدية حست به من الناس أجناس واللغة خلط مساربها كل ليلة في مخاتل الإحساس تبات تصاوع ناربها جبت التلميح والاقتباس والاستعارات تقاربها لزمت وتممت الجناس وجايستك مانك ساربها مانك متفخر منها باس أمراض النفس محاربها نفسك غالبها بالتغماس في التطيط على غاربها ذاك مولي الجناس اللي ناقص الداخلي اللي خلق شوي من الموسيقى الداخلية بين تقارب الحروف اللي حصل بين غالبها هي وغاربها بتف مديح انه رصاص تعبير صوفي زين تعبير رجاج على كل حال محطة صادقة ولباس مذكر قاربها لكن اللي لا تعبير على كل حال تعبير ساحلي ولكن نقد الوجه والأنفاس وهلو تبهر تجاربها هاي مولي مرغاية ومضار لعن انت بعد ما لك النصيرة راهو جاي الليلو اللي العاول النصير بقى جاي الليلو عنك حساس ومسالة ما لك شاربه لا تقبل للناس الناس ناسياني مشاربه لين خلي شيل جماعتي ونخلي شيل النصير ونضيف إضافة واحدة عني بالنسبة لي كان هذا التعبير بالضمير انت موفق بكل رغمتنا نحن عنا نقوله عنك عنك انت شاعر شنقيط بدلا من تقول انا شاعر شنقيط على كل حال ما نعرف وغالي مولي عنه فيه تعود فيه لمحة أدبية أخرى أني عود قاع كلام باسم جماعة المتسابقين والله اللي لا يفوز ساعة وهي على كل حال كامل ولا لباس به بالنسبة لي النص منافس
ويتفوق على نفسه كيف ما يقولوا بعض النقاد في معاني نبيلة وفي الشكل مقبول. وأتمنى لك التوفيق. شكرا. بالنسبة لصال الناس لصلي ظهر لي عنه لا يعود طويل عليكم. لا لا نقرأ منه مقطع اللي يجيب المقطع اللي فيه المقعدة منين تعبر عن الإحساس بصدق، منين تعبر عن الإحساس بصدق هي اللي لباس يبقى عودان الناس أجناس وتفرقها تجاربها ومشاربها ومسالة حاس عن عقلك ما وشاربها لا تقبلها للناس ناس ما سياني مشاربها. لا لا أستاذ محمد فال. لا أستاذ عبيد. عبيد تفضل. شوف الشيخ أنت شو ما سياك لباس. أنا بعد زين أنا عندي عبارات هون مو غيلة في التراث استوقفوني بعض. شوف زين عندي انت شاعر شنقيط انت ذيك زين عندي كنت داير له اشاره وراه قال احمد ما يعرفش انت شاعر شنقيط وحاس عن هذا ما فيه التباس حست به من الناس اجناس واللغه خلط مسارب هذا مسرب هذا مونك به اللي مسرب من الارض ومسرب من الكلام ومسرب من المسارب كيف المهاد ومن مدح وما نقلع شوقي ما هو لا بد ظليت في مسرب واقف نبكي ونعيط ونزوقي نبكي والله نضحك ونكركر ونهبهب معناها المسرب ذاك واللي تونك في رجال وزين عندي قلت انصاو عن أربها أنا غريبة عندي عنك الحمد لله ما قلت نقبض نربه بكلمين قلت نقبضها يعود خطأت تعود مثلا نقبض شماو خالي وقبيض النرب في المنطقة اللي لها عندنا حد قبض نرب معناها نقبض شماو خالي قال كان له يقبض الدلو وقبض نرب معناها أنه قصف دون طاح من الدلو وهذه عبارة سقوط عندنا احنا بتينا ما نعرف ايش وزينة بعد نصاوع غير ما اقبل نصاوع ناربها زينة وزينة عندي الاخرى وقفت على غاربها مولي والله وطيت على غاربها اللي قاعد الوطي ما هو الوقف طيت على غارب مثل رقاش متحكم فيها يقدي يعدل هذا كام ومحاربة النفس زينة عندي يا غير مولي ما لي قاربها كلمة من كلامنا احنا مو كحد يعرف الحوت حد من قاربه ذاك مثلا الله إلا زين زينة هو عندي هو يقعد محلي يا غير بعد زينة وتصوابك على مقعدة ما نقال لك بالشبه اللي ذاك هو واضح وأتمنى لك طول أستاذ المهندس نعم على كل حال هي طلع فيها قدر بعد يعني من التمكن لعدت انت راسك نوع من قدر من الفخر اللي يحق لك انك تفخر به اللي بعد يعني عدت مستواك انت راسك اللي جبتهم شيء من المفردات مثلا ما هو كل حد بعد يعني لن يتفقدهم ولا كل حد من اللي من عند الراس يعرفهم لزمت وتممت الجناس وإلى آخره مثلاً ذي النوع يجي من اللغة العالمة اللي استخدمت في الطلعة دلت بارك الله على مستوى رفيع عندك ودل مولي عنك تعرف شن هي المحسنات اللغوية اللي ينرجع لها رقاش وعود مثلاً جاب نص متكامل وفق المعايير اللي مثالية قلت أكون أنت شاعر شنقيط قال لك عنها أحمد صحيح غير فيهم مولي جانب أخر لابد من يتفقدوه هو على أنها نوع من التواضع لكن انت كنت قاعد تقول انا شاعر شنقيط لك فهمت يا غير قلتها لماذا لانك انت تعود عينك توحي للناس انك عينك على حد اخر وحد اخر احنا هنا عرفوا عنه انت قطعا بك اللي انت متكلم عنه تكلم عن راسك ولماذا ما اللي قلت انت ياكش ياك في الحقيقه تعقب يعود الطريقه اللي تقضي بها على المقعده تعود عندها معنى به اللي لا تقبلها ما تقدر تقول ما تقدر تقول هون انا شاعر تعقب تقول لا تقبلها اللي لا يعود فيها قلت استجام بين البداية ويوم المقعدة بمخات الإحساس ما يعاد بيزين تصاوع نار بتصاوع النار ملي زاد هو نوع من الخبرة في الأمور يعبر بها عن هذا طبعا اللي تكلم عنه هون اللي تصاوع نار بو المعنى والدلالات مثلا السامية في اللغة التلميح والاقتباس والاستعارات تقاربهم اللي ذيك هذه الحقيقة
لك ما تبعد ورقة نعود عنده استعارات متقاربة، معناه أنه عنده متمكن، معناه أنه قد يجيبها كل وقت، بينما أنه تعود متباعدة معناه أنه يجبرها لا مرة مرة. لزمت وتممت الجناس وجاي استكر، أنا جاي استكرون يا المهندس، تبتالي أنا خاسر شوي بك الفرح. فهمت، جيتي تكتب جايزتك تبت جازيتك. لا على كل حال لك يا رقاش قاع مهلا يغلط راسه يتوج راسه يعطي راسه الجائزة، وبالتالي عاد قاع يغلط بها بها ما نكسربها معناها انك ملي متمكن منها ما خالص، ما انك متفخر ما هباس مراد النفس محاربها. لك جانب اخر مول به اللي زين بالانسان على كل حال نعود ما فيها امراض القلوب، وزين في رقاش ملي كيف قلت انت على انه يلا يعود نفسه بالحقيقه يعود غالبها، والناس مشكلتها لا تعود غالب تنفس للنفس والدنيا وابليس والهوى لك باطنها اللي ينعرفوا على الانسان مشكلته دائما نفس الاماره اللي دائما تعود واسعته بالله اماره بالسوء. بالتالي الانسان ينعود واطع لغاربها كيف قلت انت الحمد لله الحقيقه مثلا هو كشخص يعتبر شخص سوي مولي حتى ودبت في مديح مديح دبت في مديح النور الساس و أول لباس مذكر قاربها لكن نقد اللي وقف لباس وصلوا وهلوا تبهر تجاربها يكي قال لك الأستاذ أحمد عنها مرقاية محطوطة للجنة. على كل حال رأنا بعد تقبلينها لكن زينا عند الأم اللي جازك بالحسنات إن شاء الله. يا غالي مولي عدلت لنا شوي تحدي واخر لنا مولي مهما كانت اللجنه مهما كان مستواها نرقاش، وهذا على كل حال نوع من حث المتسابقين على الثقافه تندرس باللي اللجنه عندها مثلا تجربه واللجنه متمكنه واللجنه الى اخره. يا غالي مولي انا كمتسابق يلا انت دائما واجب بثقافه النفس، ودي طلعه على كل حال مهندسه من اولها الى اخرها واضح فيها على انها مبنيه بناء معماري متميز. صرح اذا صرح السيد الرئيس و انت محمد فانا محمد فانا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ معني عالد اللي قالوا لك تقوم عودان الطلعه فخر زينه حتى وعيات فعلا يدخل رجاج المسابقات عي يضطر والله يعود مناسب على انه يفتخر انا عنه مثلا وارد ما هو غرض هون مثلا ما هو في الموضوع زين عودانك سنتيت هون تحسب اللي تعدل انت وزين قولتك مخاتل اللي انت تتكلم عن النارب استخدمت مصطلح ولا هذه كلمة اصلا تستخدم في ذاك حد ماشي جيمر وجبت التلميح والاقتباس وهذه تعرف صور بلاغية والاستعارات تقاربها ولزمت ولزوم زين حتى عند المعري عنده كتاب قال لزوميات ديوان قال ديوان اللزوميات معروف ومعانا الرئيس عبد الله السالم معلم من اهل لزوم ما لا يلزم اختي نحكي لي قاف احلاه هو لا هي خليني نحكي من قيفان هو مره في قصه كانوا مع جماعه فيها راجل قال دنيدن وقال رقاج انه يختار فلزم له هذه الكلمه دنيدن هذا الاسم وقال عبد الله السالم معلا قال احنا هذا متلاحقين بالسيف لا عدنيدن عود ومده متعدلين كيف تعدال دنيدن. اذا معناه انك لزمت وتممت الجناس وهم ولا يعرف عن الجناس يجي ناقص يجي مثلا صور متعدده هم قلت ماني متفخر زين لكن انت تقول ماني متكبر انت تفخرت بعد وعندك الحق انك تفخر وانك مالك متكبر فهمت والكبر هو اللي من امراض النفس اما الفخر ما هو من امراض النفس فهمت لو كان من امراض النفس ما يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم والفخر مشروع حتى لين ذاك يعني انك ما تقول ماني متكبر وازن مولي وزين عودانا قلت هون غالبها نفسك غالبها وتعقب مولي تكسر التافلويت باش بغالبها بدلت الله الراء هذا زين ويبت في مديح النور الساس اش لباس لباس مذكر قاربها هذه لباس هون انا ما استوعبت لباس مذكر قاربها اللي هي لباس
اللي هي قال لها هون قاربها اللي هي ايش؟ لباس مذكر قاربها اللي هي شنو هي؟ قارباش وضفته مديح النور الساس ايوه ولباس اللي هي لباس من راسها زين زين ايوه زين حتى زين 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 هاك زين هاك ما عنده مشكلة. عندك شوي في هذه قايل من 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 الزين اللي يعدل في أساليب ركوب على المقالة يجي رقاش راكب عليهم بدون أن يمهد لهم بأنه قايل أنا كذا كيف تقالب أنا كذا والله قايل أنا كذا. الزين اللي يعدل فيه أنك تلقى عليها بالمعنى مباشرة. وعلى كل حال طلعتك ما يعادي به الزين وفيها شيء من الموسيقى ولقاء معه عادي ولزمت هذه للراء والبال لزمت لزوم ملاعات حتى ولزمت مولي مثلا طلعة متكاملة جدا طلعة من ملاها يبان متحدقهم يعطيهم خيرك إن شاء الله يعطيك خير سيد الرئيس النصير أهلا وسهلا يا الشيخ العبدي طلعتك ما شاء الله زينة ولا شك هو دائما الشعراء دائما ينعرفوا منهم من مدارس معينة وأنا نحس بك من مدرسة أحمد الوالد نها عندي الطلعة ذهي يلو كنت اللي مانا يلو كان حاكيها علي حد ما هنت نقول عنها قاعد أحمد الوالد ودليل عليها عنك أنت تبارك الله تفاعلت مع الطلعة اللي طلعته هو هي الطلعة لغتها عذبة رشيقة سلوبها غنائي وتناغم الكلمات محسنات اللفظية جات كاملة فيها الجناس أنواع الجناس المحرف الجناس المصحف والجناس التام و ولزوم ما لا يلزم وكونك ما راكم تفخر أعطاك الأستاذ محمد فهد لذن في أنك تفخر أنا ماني أعطيه لك يغير قاعد أنت تفخرت ما أنك مشاور حد يمكن لي عندك باش تتفخر أنا سيد ولدي آدم ولا فخر معناها عن شيء حقيقي ما هو ما فيه فخر فيها لغة التصوف وفيها لغة الخباط القيمار ولغة التصوف أمراض النفس محاربها نفسك غالبها بالتغماس في التطيط على غاربها وأنا قد نقول عنك ما شاء الله ذكي حاولت بعد قاع تحضر لين تحس بك اللجنة وتعرف عنك قاع عيسك ما هو بسيط وقمت مولي وطيت شوي على قدامك مولي عنها اعتبار واحترام للجنة وهذا مولي جيد هذا لا من نوع من الكر والفر اياك ان شاء الله طلعة تجبر قيمة عالية وهي قد لا تجبرها هذه مذكر قاربها لباس وعلى رقاش قد يجبر قد يفطن لأن الضمير هون راجع على لباس على كلمة لباس قارب لباس جيدة جدا و قايل لهلو عنك حساس قايل لهلو عنك حساس حساس ومسالة مانك شاربها لا تقبلها للناس الناس انت الصف الحقيقة لا الحمد لله اللي لا هي تقول لهم لا هي يقبلوا بهم اللي يلعط اللي ما عندك اللي تواسي خالق لا نقط الله يعطوهم قسمات وقلة تقبل كلها ما بس ما هم قدموا لهم ساخر احنا نقط الله عندنا احنا يا غربات من حظك عنهم الحمد لله جاياتك مكتوب ذا هو اللي ده نقول لك طلعة رائعة بها الزين ما هي معتاد شكرا المهندس الشيخ والعبدي لا تقبلها للناس الناس ما سياني ما شاربها شفنا ذي الليلة بداعة اللجنة هون تقاربها وتباعدها غير الساعة لا تمشي عقاربها لا تمشي عقاربها شكرا نستقبل
المصطفى ولا احمد اخر المتسابقين؟ رقمه كم المصطفى؟ رقم واحد لك. مصطفى ولا احمد اخر المتسابقين ورقم 31 ومشيت شور لبير، ما نعرفه كان الحظ جابك اللبير، والله انت تختار لبير. المهم هذا قلال معروف للاستاذ الدكتور محمد والحضانة رئيس اتحاد الادباء والكتاب الموريتانيين، وقالوا ديك الساعه احنا في مدينه النعمه في مناسبه ثقافيه وسياسيه، شفت الكافية في نواو دار وشفت الكافية في نقادي، عندك نصير من لجنة التحكيم اللي هو الأستاذ عبيد والسالم، وتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في الدهر الله ذاك جاد الحال على العباد راد ما يتقاد، ما فيه قاد الحال وحد يقادي، نتمونك فيه نهار باد، ما هو واخلت في قادي ويجيني فيه نهار زاد، شهاب الضنك قادي الأحوال أنا قام دارك إني محال قادي، شفت الكافية في المغدار، شفت الكافية في قادي. أرجع لي شوي. هلا. في الدهر الله وذاك جاد الحال على العباد راد ما يتقاد، ما فيه قاد الحال وحد يقادي، نتمونك فيه نهار باد، ما هو واخلت في قادي ويجيني فيه نهار زاد، شهاب الضنك قادي الأحوال أنا قام دارك إني محال قادي، شفت الكافية في المغدار، شفت الكافية في قادي. انا هو اللي هي الرئيس، الرئيس انت ناصير، انا ناصير مصطفى، مصطفى احمد طلع زين، حتى زين وواعد الدهر الله ذاك جاد الحال على العباد راد ما يتقاد، ما يتقاد. هذا ياسر من تقديم التاخير والخياطه الزينه، الحال ما يتقاد في قاد الحال، ما فيه قاد الحال وحد ما فيه قاد الحال وحد يقادي، ما فيه قاد الحال وحد يقادي، يتمونك فيه نهار باد، باد يتمونك فيه نهار باد، ما هو واخذ تفقادي، يجيني فيه نهار زاد شهاب الضنك قادي، الأحوال أنا قم دار كني محال انقادي، شفت الكافية، شفت الكافية في نواو دار، شفت الكافية في انقادي. طلع أسلوبها جيد وزين، وياسر من 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 بعدين قلت لك تمنجيط اللي خلط فيها نوع من ايش يقولوا للناس اللي يقولون جهير الجف، جهير الجف دارك الثيار من يعود له يتناطحوا، كل يجي من بعيد يجهر زال بعيد. انت قمت وعد هذه 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 شفت كيف هنا ودار متوعدها من بعيد، هذيك اللي سبكت بعد قاع في الدهر و واطواره وقلت تقادي احواله، وهذا فعلا يا الله يعود يقولوا حد اكبر منك في السن، انا عن الطلعه اكبر منك في السن غير بعض ما اللي ما صغرت عنها، دهر الله هذا اللي كان ما له يجي وراه، وذاك جاد الحال الحال على العباد راد ما يتقاد، يعود تناظير الدهر والله لا معنى غير كلها لهي، يعود الدهر ما يتقاد، والله اللهم اللي هو اللي راد، هذا جيد جدا، اللغة سهلة وعذبة ولا لا في المتناول، وطرح الأضداد التمانوكت والضنكة، وهذا هو اللي
جعلنا نوصله لان شفت الكافيه في الواودار وشفت الكافيه في القادي. معناها الكافيه كافيه قضيه رمزيه شخصيه رمزيه ترمز لياسر من الماضي كبير ماضي فيه ياسر من التمانوك وفي ياسر من الشيما همونك و ماني لهنا نطول فيها نقول عنها طلعه رائعه و ان شاء الله راجلك التوفيق. استاذ محمد احكي لي مصطفى الطلعه شو فداه الله وذاك جاد الحال على العباد راد ما يدقى دهر الله وذاك جاد وذاك جاد الحال على العباد راد ما يدقى ما فيه قاد الحال وحد يقادي نتمونك في نهار باد ما هو واخذ تفقادي ويجيني في نهار زاد شاب الضنك قادي الأحوال أنا قم دارك إني محال قادي شفت كيف الله يطول عمرك شاب الله يحفظك موعد بيزين هذا الأغنى الحقيقي ويا غلام لين أصحك نصيحة طول عمرك شاء الله تم خفف ريتمك شوي لا يعين فيك تم شاب صغير تالي تم مرة ما تم حوز على أنت تفوت تجيك طالعة زينة دير فيها عوار من جهه والله شيء هاك فهمت بيدي يا خو تبارك الله ما شاء الله شك حد النغنى شي باين بعد شي باين ما يدري ياسر من الزمن يتخمم فيه وانا بعد الحقيقه نختارك تقول لي انت جايبهم منين فهمت بعد جايب من الحقيقه موعد بيزا انت مبدع في الحقيقه اتمنى لك مصطفى هذه طلعة صراحة طلعة قادية وملاهم اللي التزم بالدال فيها من الجهات الثنتين من جهة المقلع اللي هو شفت الكافية في نواع الدار وشفت الكافية في نقادي ومن الكاك إن شاء الله أقول إلا بالله أنك منين تكلمت عن الدهر أحوال الدهر منين تكلمت عنهم قبلت وقلت نتمونك ما قلت تثمونك ولا كانت المقلع ما هو اللي مديور منك تعود زين الطلعة يقول رقاج فيها عن الدهر في أيام وكذا ايش تثمونك كذا وكذا فهمت لك طبعا عنه أسلوبه زين غير أنت بيك المقلع قبلت وقلت نتمونك إياك تعود شفت فهمت إذا كان مثلا جاك شاف تعود تثمونه وهذا هو الشاعر اللي يشم الناس ما يلو ما 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 يفطن له فهمت هذا النوع من الذكاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهم الشيات أصلا شوية شقرتهم شخصيا ولا بعد لا من عودانا مثلا ما شفت فيه شيء بعطيك الأول فهمت كي مثلا وذاك جاد هذه من قفلات الشعراء بغني دي ياسر دعات نجيك وذاك جاد هون المحسوبة أنا وما شفت عقب في دعيزات كي نجيك المحسوبة غير بعد على كل حال جايب هالمعنى هون إلا أنه توف من كثرة حتى هي وذاك جاد كثرة حتى هون أم اللي هون التابلوت التالية قلتك الأحوال أنا من يقولوا صرنا عن من طيب الغنم من ناحيه الوزن عنك تقبل تعود كل تافه متراكبه بالاخرى حقه بين العضويه في الملوسيه كيف الشاب الضنك قادي الاحوال ابدا ان نظهر ذيك همزه ذيك همزه ابدا نظهروها ويعود هذا عاد في شوي غير هذا كامل لا حد بالسيف اذا قد يرد العين تبارك الله عن الطلع ان شاء الله هي عاده بها الزين ولاها الزم فيها قادي هذه الزمها كامله قادي وتفقادي وقادي هون اتياها ونقادي وجبت مولي جيناس عنك بين نقادي اللي هو شفت الكافيه في نواودار شفت الكافيه في نقادي ونقادي انا ما قديت نقادي الاحوال ومهدت لهم اللي هوك بما يتقادى فهمت انا هذا تبارك الله ياسر من الفطنه وهذه طلعه احتفظ بها انت وجل الرئيس محمد ولد احضانه وطلب الكاف يعطيه لك يعطيه لك استاذ احمد كان ملاحظه ترك تبدل الى ذاك هذه نتمونك فيه نهار باد ما هي مادية المعنى هون بغير ما انا واخذين عليه بدل هوتو نهار صاد والله نهار هاد احمد طيب بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي العربي امين هاي الطلعه في اعتقادي انها وصلت للمستوى اللي يوصل له الابداع اللي هو عن ينال ملاه يسبب ملاه دهشه
للمتلقي. ودعو ذيك الدهشة للوهلة الأولى قاع تعميها عن الأمور الشكلية الثانوية في النص. بالتالي في اعتقادي عن هذه الطلعة عنها ولفت الانتباه شكلا مضمونة. وبالنسبة لي بشكل شخصي اللي كنت مشرف على الامتحان للوهلة الأولى قاع كنت ظاهر لي عنك لهي تفشل بيراك اللي عربت عنه من الاحتجاج على تيفلواتن ومعانيهم. طبعا هو ما وقف ولا ما قعد لا شفت الكافيه في نوار دار وشفت الكديه في نقال. هاي السلاسة وهذه الانسيابية وهذه العفوية وهذا الجناس اللي التزمت في الطلعة كامل اللي هو قادي وهذا الدال اللي التزمت فيها ككل كوحدة بكل اللي وزنت به الأحمر مولي هذا خلق تناغم ما هو عادي. هذه مولي تقديم التأخير والجمل الاعتراضية عدت فيهم اللي المدرسة اللي يبدونها طايبة عليك اللي هي اللي قالها الخياطة تمكن من خياطة الغناء عدلتها في مشاركتك الأولى في البتيت التام ولن تتعدلها في البير بنفس الطريقة وبسلاسة وبالسيابية حقيقة نص متفوق على نفسه. الدهر الله ذاك جاد الحال على العباد راد. هون الجملة الاعتراضية عبارة عن الله وذاك جاد الحال على العباد معناها عن الدهر بعض الله ذاك جاد الحال على العباد راد. جات الدهر ولا تبدأ الجملة الاعتراضية من عند الله الله ذاك جاد الحال على العباد راد معناها الدهر دهر وتجي الله حد تبدأ الجملة الاعتراضية معناها الله راد لكن اللي بين الله اسم الجلالة هو راد جملة اعتراضية وذاك جاد الحال على العباد الدهر بداية الكلام وتجي الله وتجي الجملة الاعتراضية طويلة وتجي راد راد الصقاش راد عما يتقاد الحال اللي فات جات قبي الدهر الله ذاك جاد الحال على العباد راد ما يتقاد معناها عن هذا بالحقيقة تقديم التأخير. وهي الجمل الاعتراضية ذات نكهة على نص ساهمت ذاك 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 ذيك الدهشة الليكية ما يتقاد ما فيه قاد الحال وحد قادي حد ما اللي هم فاعل قاد قاد سوى 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 اسم فاعل يطلع فاعل وسوى فعل بمعنى قدرة الحال وحد قادي نتمونك فيه نهار بعد ما هو واخذ تفقاد أنا زابت في ذهني ويجيني فيه نهار زاد الشاب الدنكة قادي الأحوال أنا قم دارك إني محال قادي شفت الكافية في نواو دار شفت الكافية في القادي الجناس التام الصلي خلقت انت بين القادي ونقادي خلقت نفسه جناس آخر بين دار اللي في الفلاق اللي جبت هي ونواو دار أنا عن القاف لكن تلقى في اللي جبت لنا في طلعت اللي مع طلعت البتيت تام خليش للنصير أحمد وللوقت ملي من الأطراف الأربعة النصير هرو ما فات إذا باختصارا أقول لك أنك ذكرتني بديباجة مدرستك لما بالمرابع بي وعودا أماكنها التهائمة والنجودا يحق علي إن وافيت منها ربوعا أنا أعود وأن أرودا سقى الله الربوع رواي مزنين حناتم ينتحبن بهن سودا وشققت البرق بها جيوبا ولطمت الرعود بها خدودا عهدنا في معاهدها فتاتا محلاتا مطوقة عقودا نصون عهودها إن عاهدتنا على أن لا نخون لها عهودا وإن منعت عهودتنا وصدت منحناها القطيعة والصدودا لم تعلم ما متون منا الخضارمة المرازبة الأسودا وأن لا نزال بد الليالي معالم للعلا كرما وجودا. شكرا جزيلا لك الله يبارك. ها ما خليت شي للنصير عندنا كلاق لبتوه مداخلتك كنت ماسي عنك خافيك لبوين وعنك من جهة هذه الطلعة تنجر عليك والحاكتك تنجر عليه الله الله شكرا الكافية والبوسيف هو علم من أعلام التاريخ وأعلام الأدب الموريتاني ونقادي أيضا معلم من معالم الآثار والتاريخ الموجود حالا بمدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي ومعروف هم اللي عنده ياسر مطلع في البير هذا اللي كنا فيه قلب نقادي ونواو دار داره في القلب اللي ندار منهم روحي ممكونة
والله والله تشباش عيالي ما مرق قلبي والدلالي يحرق لي لما الله يفترق الاخلاق الله ما مكون اشوف تبو عرش وكذا وكذا غير ذلك. وتنسب لك الطلعه اللي يحد الدنيا مايله شورك وعليها مايله علم بعد انها زايله وانت وياها زايل اذا من حد اشتاقها وجمعها بعد فراقها ملك ذهبها ونياقها تبركاتن وشوايل خلط الدق مع احقاقها ورفد فيها القوايل وشعنها مضاقها وانا بعد اللي قايل يحد الدنيا مايله. هاي منسوبه بينما الاصل فيها انها الول مباله بينما تنتسب له هو. وعلى ذكر لبير لين نذكروا لبير واحنا على مشارف طبعا ختام هذه الحلقه لابد نذكروا ملك لبير كما يلقب وله على الوزير به اللي بعنا الولي واللي الشيخ يبو القصير الاول هلتل علي ماني عند بله لي وعلي زاد هل القصير تل التالي والحقني ذاك بلا جمل بيا قدمت جمالي وبقيت نعدل فم هم عليه نوصي حد فم وقبل ذاك الحد يم شطني به الليالي ومشيت وذاك اليم تم بعد الا شاطم بالي. ونعرجوا من عند الاديب الكبير الولي واللي الشيخ يبو على ابنه اللي هو محمد فاضل واللي الشيخ يبو وراجن عذرك الصمت النبي اللي هو قالوا السهر الحلقه هو الرئيس المدير العام لشركه موريستور باناسونيك ومشان القاف مباتن حاني بحساسي ومباتن حاني بوجادي شاعر شنقيطي ونعاسي قاسي وكسقاع رقادي. ويقول له احمد الوالد نطلع له القاف ودادي كلما تذنبت الله يجازيك بالاحسان محمد فاضل قافك بان عنه قاف مغني وزان جايب لذاك اجتهادي قافك مبدوع ومن قيفان بوك الولي وزنه قادي شفنا فيك شفنا فيه الولي شوفان خونا للكفية فنقادي على ذي. وشكرا للرئيس المدير العام لموريستور محمد فاضل للشيخ يبا اللي أيضا يزف البشرة للمتسابقين اللي باقيين أصلا ما كانوا عندهم جوائز ان موريستور تقدم لهم جوائز ان شاء الله اللي هو رقم 5 ورقم 6 يعني جوائز قيمه عباره عن كاميرا رقميه والات الى اخر ذلك ان شاء الله نعلم عن النتيجه معناها ما تلف حد لا يمشي خالي الوفاض من الحلقه النهائيه يعني 6 يبشروا لا يشوفوا فقره اعلام ونعود نختموا ان شاء الله بالنتائج. Panasonic Ideas for Life. مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شنقيط تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أهلا وسهلا بكم في ركن أعلام الأدب. شاعرنا لهذه الليلة أحمد بنبول عبد الله الملقب الكويري من أبرز شعراء العقود الماضية من القرن العشرين. عاش في ولاية الترارزة وتوفي نهاية القرن الماضي عن عمر يقارب 80. اشتهر بالمديحيات وخلف روائع في موضوع السيرة النبوية ما زالت إلى الآن تبث عبر أمواج الإذاعة الوطنية. له مسجلات شهيرة مع أشهر شعراء محيطه الجغرافي. من إنتاجه ديك غنيني يا علي وعن جميع الخلق سويو معني حاملتي تحفيو لعني حامل ردك ذيبو وبولتيقو وخزيو يلبيك الطماعي سيبو يا قويو يا عليو يا قريبو يا مجيبو ورزقني يمول القوة من الحلال رزقك سيبو فيداك العبيدك يسوى بين اللي للرزق تجيبو ما هو عالم واللي يوى لالو رزقه بتناصيبه واللي يظمق من شي هو كان قبيل عليه حسيبه واللي له رزقه يدوى واللي قاع الرزق يصيبه من حيث يحتسيبه ومن حيث لا يحتسيبه. وإلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Panasonic Ideas for Life. إذن مشاهدي قناة شنقيط الفضائية رجعنا وبعد قليل إن شاء الله سنودعكم ليلة الغد ثم استراحة بالنسبة للمصورين وطاقم اللي واكبنا في ذر رمضان وبالنسبة أيضا لجنة التحكيم لاهي نجابر إن شاء الله مساء الأربعاء في حلقة التصفية. وأما حلقة التتويج إن شاء الله سنعلن عنها يوم مساء الأربعاء. لكن قبل ذلك
سنتعرف على المتأهلين من هذا الدور للدور دور التصفية النهائي مع الشيخ دور النهائي الأستاذ الشيخ ولبا. شكرا أنا سابق نعطي نتائج الليلة. ترى نقولني أنا هذا ماني مقني يا غير بعد الليلة. على كل حال سمعت الليلة قادر نغني زين. ظهر لي إن اللجنة اللي عندنا هالليلة إلا في حراج حرجت حراج نهائي، لأن هذه الليلة المجموعة الليلة حرجت قطعا اللجنة به اللي في الحقيقة شعراء وكانوا ليالتهم قاعد ما يعودوا بيد متابقين في بليد الليلة على قاعد يطيح من المحل. نتائج الليلة اللي توصلت بها من عند اللجنة حالا على النحو الآتي: ورقم 31 المصطفى ولا أحمد، المصطفى ولا أحمد رقم 31 حصل على 18.4، رقم 28 الشيخ ولا عبدي عنده 18.2، رقم 3 كريم لامينو عنده 16.2، رقم 20 سيدي ولا محمد عنده رقم 20 حصل على 16، رقم 10 طلحته ابوه عنده 15.2. اذا المتاهلين الاثنين اللي طلعوا الليله المصطفى ولا احمد والشيخ ولا عبدي هم اللي طلعوا الليله، وشكرا. اذا المتاهلين للدور النهائي منهم، اذا المتاهلين للدور النهائي علاء الدين والملاي علي، محمد فاضل والمحمد تقي الله، محمد والمحمد دو، الشيخ احمد والمنة، المصطفى ولا احمد والشيخ والعبدي، هذو الستة هم اللي ان شاء الله مساء الاربعاء لا يتباروا في الحلقة النهائية. اذا مشاهدي الكرام بذا تكتمل عناصر هذه الحلقة العاشرة والاخيرة من الدور نصف النهائي. في ختامها اتوجه بالشكر الجزيل الى وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ورجل الأعمال الدكتور محمد الغيث الحضرامي الرئيس المدير العام للموريتانيا للبزنس الحلة وشركة موريستور ممثلة في باناسونيك. والشكر موصول للسادة أعضاء لجنة التحكيم الأستاذ عبد الله السالم وللمعلى الأستاذ عبيد والسالم والأستاذ أحمد وللوالد والأستاذ محمد والشيخنا والزميل الإعلامي الأستاذ محمد فار والسيدنا، وأيضا الشكر الكبير والترحاب لا تقولني ما ذكرت أكثر الأستاذ الشيخ اللباه العدل المنفذ الذي يحضر معنا. أيضا في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل لطاقم قناة شنقيط المرابط معنا دائما الغوث والعبد الله في التصوير وولي القاسم وسيدي في الصوت والمخرج موسى. نلتقيكم مساء الأربعاء القادم إن شاء الله في نفس الزمان والمكان في أمان الله. Panasonic Ideas for Life. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شنقيط، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أهلا وسهلا بكم في ركن أعلام الأدب. شاعرنا لهذه الليلة أحمد بو...